السلام عليكم، كيف حالكم حبايب الطلاب، طلاب مدرسة توليب والياسمين؟ أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. الصف التاسع إن شاء الله اليوم رح ناخذ درس جغرافيا ورح نتكلم فيه عن موارد الثروات الاقتصادية في قارة أمريكا الشمالية، ولكن خلينا نعمل مراجعة سريعة ونعرف إنه أخذنا المناخ في قارة أمريكا الشمالية، وقلنا حكينا عن المناخ في فصل الصيف والمناخ في فصل الشتاء، وقلنا إنه في فصل الصيف في عنا تتعرض السهول الوسطى وجنوب شرق القارة لأعاصير مدارية. قلنا هذه الأعاصير إيش اسمها؟ التورنادو. وإيش تعمل؟ بتسبب سقوط أمطار غزيرة وأضرار بالغة للسكان. أما في رياح قلنا بتتعرض لها منطقة خليج المكسيك وزوابع عنيفة تسبب أمطار ودمار، هي رياح الهوريكان. بدنا نفرق بينهم، هذا في فصل الصيف اللي هو بشهر يوليو. بعدين إجينا على شهر يناير وقلنا بيكون فصل الشتاء، وعرفنا إيش الرياح اللي بتسبب سقوط أمطار وكيف درجة الحرارة بتكون. وحكينا بعديها عن الأقاليم المناخية، وقلنا إنه قارة أمريكا الشمالية فيها 9 أقاليم مناخية. أولها إقليم المناخ القطبي اللي هو التاندرا، وقلنا في حيوان الكاريبو زي ما موجود في قارة أوروبا، ولكن فيه موجود حيوان الرنة، موجود هنا عندنا حيوان الكاريبو في التاندرا. طيب بعدين أخذنا الإقليم البارد واللي هو اسمه إقليم الغابات المخروطية، وبعدها الإقليم الموسمي البارد اللي هو إقليم الغابات النفطية، وأربعة إقليم المعتدل البارد، وخمسة الإقليم المعتدل الدافئ، ستة إقليم البحر المتوسط، وسبعة الإقليم القاري وهو إقليم الحشائش المعتدلة. ويعتبر هذا الإقليم اللي هو القاري من أشهر أقاليم العالم إنتاجاً للحبوب ورعي للحيوانات. وبعدها الإقليم الصحراوي، وآخر واحد اللي هو التاسع الإقليم المداري اللي هو إقليم الغابات المدارية. اليوم إن شاء الله راح نكمل وراح نتكلم عن السكان في القارة. راح نتكلم عن السكان في قارة أمريكا الشمالية، ونقول إنه بلغ عدد السكان في قارة أمريكا الشمالية 540 مليون نسمة. يعني قديش عدد سكان قارة أمريكا الشمالية؟ 540 مليون نسمة. طيب وين بتوزعوا؟ قلنا لكم قبل هيك من يعني من أول وحدة أخذناها، من أول قارة أخذناها، قلت لكم إنه وين بيوجدوا السكان؟ بيوجدوا في المناطق جنب الأنهار، مناطق على سهول البحار، المناطق المعتدلة مناخياً، المناطق الصناعية، المناطق الزراعية زي هيك ذات تربة خصبة وفرة مياه، هذه المناطق اللي بتواجد فيها السكان. فوين يتواجد السكان أو بتركز السكان؟ قديش عددهم السكان؟ 540 مليون نسمة. طيب وين بتواجدوا؟ في السواحل الشمالية الشرقية، مش الشمالية لأنه الشمالية باردة، ولكن الشمالية الشرقية على الناحية هاي. إذا بنطلع على الصورة هيها الشمالية الشرقية. طيب إيش؟ حيث يتركز السكان في المدن الكبرى الغنية بالموارد الاقتصادية. هاي أول حاجة، يعني موجودين في السواحل الشمالية الشرقية. ليش؟ لأنه فيها مدن كبرى غنية بالموارد الاقتصادية. وين أيضا موجودين؟ مناطق الأقاليم الزراعية الخصبة، مناطق الأقاليم الزراعية الخصبة مثل سهول نهر الميسيسيبي. زي ما قلنا وين الأنهار موجودة بيكون عندها ناس. مناطق البحيرات العظمى الغنية بالموارد الاقتصادية أيضا. مناطق الجنوبية تحت. ليش؟ لأنه درجة الحرارة بتكون كل إحنا نقول كل ما نطلع شمال بتكون درجة الحرارة منخفضة أكثر، فبتكون صعبة لأنه مناطق فيها ثلوج ومناطق
أيضا ممكن تكون جبلية وعرامة بيكون فيها ناس، ومناطق إذا كانت مرتفعة درجة حرارة شديدا، يعني درجة حرارة مرتفعة كثيرا، أيضا بتكون مناطق قليلة السكان. ولكن المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والغربية لدولة كندا أيضا فيها، والمناطق السهلية لدولة المكسيك، والمناطق الصناعية قرب الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اللي بدنا نعرفه إنه هاي المناطق اللي يوجد فيها السكان، بدنا نعرف إنه المناطق اللي بده يتواجد فيها السكان بدها تكون إما حوالين الأنهار، أو مناطق ذات تربة خصبة، ذات مناخ معتدل، مناطق صناعية وذات موارد اقتصادية. هذه المناطق اللي بتواجد فيها السكان. بعد ما حكينا عن السكان رح نيجي نتكلم عن موارد الثروة الاقتصادية. طيب نعرف انه قارة أمريكا الشمالية قارة غنية جدا بالموارد. راح نتكلم أول حاجة عن الموارد الزراعية، وأول نوع من الموارد الزراعية هي الحبوب. الحبوب اللي موجودة أول حاجة راح نتكلم إيش الحبوب. عندنا أربع أنواع اللي هي القمح، الذرة، الشعير، والأرز. طيب القمح ماله يأتي في مقدمتها، حيث تنتج القارة أكثر من 20% من الإنتاج العالمي، تصدر معظمه إلى الخارج. ويزرع القمح بنوعيه الشتوي والربيعي، وخاصة أماكن تواجده في السهول الوسطى حول منطقة البحيرات العظمى وكاليفورنيا. هذه الأماكن اللي بوجد فيها القمح. يعني زي ما قلنا القمح قديش نسبته؟ 20% من الإنتاج العالمي. و أنواعه يعني في منه نوعين، اللي هو النوع الشتوي والنوع الربيعي، ويوجد في منطقة البحيرات العظمى وكاليفورنيا والسهول الوسطى. هاي أول حاجة القمح. بعد القمح بيجي عندنا الذرة. الذرة تأتي في المرتبة الأولى، إذ تنتج القارة حوالي 60% من الإنتاج العالمي. شوفوا نسبة الذرة كبيرة في قارة أمريكا الشمالية، تنتج القارة نسبة 60% من الإنتاج العالمي كله للذرة، وتتركز زراعتها في جنوب البحيرات العظمى والمكسيك وجزر الهند الغربية. طيب وبيستخدموه كعلف للماشية وصناعة الزيت النباتي. هذا اللي هو إيش؟ الذرة. عندنا ثلاثة اللي هو الشعير. الشعير يزرع في مناطق متفرقة من السهول الوسطى، ووصل الإنتاج إلى 14% تقريبا من الإنتاج العالمي. يعني الشعير نسبته 14% من الإنتاج العالمي. نيجي للأرز. الأرز أقلها، لأنه درجة الأرز يحتاج إلى وفرة مياه ودرجة حرارة مرتفعة، وقارة أمريكا الشمالية توجد في المناطق الشمالية، فعشان هيك يعني تكون درجة حرارة فيها منخفضة. ولكن يوجد نسبة الرز فيها في القارة نسبة 2% من الإنتاج العالمي. تنتج القارة نسبة 2% من الإنتاج العالمي، والموجودة في سهول المكسيك وكاليفورنيا. ليش؟ لأن هذه المناطق هي موجودة تحت هنا عند خليج المكسيك. هاي سهول المكسيك، هي هنا موجودة سهول المكسيك، هي موجودة تحت هذه المناطق اللي بيكون فيها الأرز. يعني عرفنا الحبوب الغذائية أربعة، اللي هي قمح، ذرة، شعير، أرز. قمح 20%، ذرة حوالي 60%، الشعير 14%، والأرز 2%. بعد الحبوب الغذائية نيجي للغلات النقدية. وحكينا على الغلات النقدية عرفناهن، يعني بنعرف نعددهن. ما هي الغلات النقدية الموجودة في قارة أمريكا الشمالية؟ اللي هي قصب السكر، البنجر، القطن، التبغ. هدول الغلات النقدية. أول الغلات النقدية هو قصب السكر، ونسبته 20% من الإنتاج العالمي. نسبة إنتاج قارة أمريكا الشمالية لقصب السكر 20% من الإنتاج العالمي. بعديها بيجي البنجر. هنا مكتوب عندنا البنجر نسبته 90%، ولكن انا بشوف انه فيها مشكله هذه، لانه اساسا هو اذا احنا من الانتاج العالمي، طب احنا قلنا قاره اوروبا
أول قارات العالم في زراعته، ويعني هون ونسبته 50% هناك، فكيفها بده يكون 90%؟ ف ما بعرف، المهم بس مكتوب عندنا في الكتاب نسبته 90%، يعني البنجر نسبته 90% في قارة أمريكا الشمالية من الإنتاج العالمي. القطن يزرع، القطن زي ما قلنا في المناطق المدارية، القطن يحتاج إلى درجة حرارة عالية. وين موجود؟ طيب في حوض الميسيسيبي وهضبة المكسيك. قديش نسبته؟ تنتج القارة منه حوالي 33% من الإنتاج العالمي. عندنا التبغ، بعدين التبغ تنتج القارة نسبة 17% من الإنتاج العالمي. يعني اللي بدنا نعرفه من الغلات النقدية، في قارة أمريكا الشمالية عندنا 4 غلات: قصب السكر ونسبته 20% من الإنتاج العالمي، البنجر زي ما مكتوب معنا في الكتاب نسبته حوالي 90% من الإنتاج العالمي، والقطن زي ما قلنا كمان نسبته حوالي 33%، والتبغ نسبته 17%. هاي أماكن تواجد اللي هو الغلات النقدية، البنجر والقطن والتبغ وقصب السكر. طيب بعديها بنيجي إلى اللي هو الموارد النباتية والحيوانية في قارة أمريكا الشمالية، هاي أشجار أو مزارع التبغ في كوبا. طيب الموارد النباتية والحيوانية تعتبر الغابات هي مصدر من مصادر توفير الأخشاب التي تحتاجها معظم الصناعات، فهذه مهمة. شوفوا عندنا غابات الأخشاب اللينة في قارة أمريكا الشمالية، إحنا بنحكي في قارة أمريكا الشمالية غابات الأخشاب اللينة تنمو في شمال القارة وفي شرقها، يعني هي أخشاب اللينة، غابات الأخشاب اللينة تنمو في شمال القارة وفي شرقها. أما اللي هو غابات الأخشاب الصلبة فتنمو في غرب جبال الأبلاش وعلى هضبة المكسيك. هذه مهمة، زي ما قلنا إنه بدنا نعرف إنه غابات الأخشاب اللينة تنمو في شمال القارة وفي شرقها، وأيضا تنمو غابات الأخشاب الصلبة في غرب جبال الأبلاش وعلى هضبة المكسيك. طيب نيجي للثروة الحيوانية، وقلنا إنه نقول إنه قارة أمريكا الشمالية تربى فيها، يعني مصدر من مصادر الاقتصاد المهمة في القارة الثروة الحيوانية، وتربى فيها الملايين من قطعان الماشية، وفيها 190 مليون راس من الأبقار، يعني نسبة ما يزيد على 15% من عدد الأبقار الموجودة في العالم، يعني لأنها قارة موجودة في الشمال وقارة غنية بأمطارها وخيراتها، فعشان هيك والأبقار تحتاج إلى مراعي مراعي خصبة وأراضي زراعية، فتوجد في قارة أمريكا الشمالية نسبة أبقار ما يزيد على 15% اللي هو 190 مليون رأس، يعني عدد الأبقار أكثر من 190 مليون رأس، أي ما يزيد عن 15% من عدد الأبقار في العالم. طيب أيضا بدنا نعرف أنه تعتبر السواحل الشرقية والغربية في القارة من المناطق الرئيسية والمهمة لصيد الأسماك، لأنه أساسا الشرقية والغربية بتطلوا على المحيطات، أي المحيط الهادي والمحيط الأطلسي. نعرف أيضا هاي. نيجي نتكلم عن الموارد المعدنية ومصادر الطاقة في القارة، هاي أماكن تواجد الثروة الحيوانية في الخريطة. الخرائط طبعا بتسهل علينا وبتبسط علينا الأمور، أبقار وأغنام وأسماك. طبعا شايفين الأسماك، ها المحيط الهادي والمحيط الأطلسي.
طيب نيجي نتكلم عن الموارد المعدنية ومصادر الطاقة. الموارد المعدنية بقول لك إنه الحديد يأتي في مقدمة المعادن، يعني أول المعادن يأتي الحديد التي تنتجها أمريكا الشمالية، إذ تساهم بإنتاج 27% من الإنتاج العالمي للحديد. تساهم يعني قارة أمريكا الشمالية في إنتاج 27% من الإنتاج العالمي للحديد. طيب، ويستهلك جميع الإنتاج في القارة، وذلك لتقدم الصناعة. بدنا نعرف إنه الحديد بتنتج القارة نسبة 27% وبتستهلكه كله. هذه مهمة. تيجي أسئلة زي هيك، لأن تيجي صح وغلط، ممكن تيجي شو اسمه أكمل الفراغ أو يا رب اختر. فزي ما قلنا بدنا نعرف إنه الحديد نسبته في أمريكا الشمالية 27%، ويستهلك جميع الإنتاج في القارة، وذلك لتقدم الصناعة. طيب، يعني ما بيصدروا منه ولا إشي، كله بيستهلكوه داخل القارة. النحاس تعتبر قارة أمريكا الشمالية أولى قارات العالم في إنتاج النحاس، إذ تنتج نسبة 38% من الإنتاج العالمي. تنتج قارة أمريكا الشمالية نسبة 38% من الإنتاج العالمي للنحاس. طيب، وتنتج 25% من البوكسيت. نجي نتكلم عن النفط. تعتبر قارة أمريكا الشمالية على مصادر الطاقة، نتكلم عن النفط ونقول إنه تعتبر قارة أمريكا الشمالية أغنى قارات العالم إنتاجاً للنفط والفحم والكهرباء المائية. فالنفط تنتشر حقوله في مناطق متفرقة بين جبال الأبلاش والسهول الوسطى وخليج المكسيك وكاليفورنيا. ووصل إنتاج القارة نسبة 22% من الإنتاج العالمي للنفط، ويستهلك كله محلياً. هاي تاني حاجة، تستهلك محلياً وبالإضافة إلى ما يتم استيراده من الخارج. لنعرف أن قارة أمريكا الشمالية تنتج حديد نسبة 27% وبتستهلكه كله، وبتنتج نسبة 22% من النفط وتستهلكه كله وتستورد من الخارج. طيب، تساهم قارة أمريكا الشمالية بإنتاج أكثر من 25% من الإنتاج العالمي للفحم. تنتج يعني تساهم في إنتاج 25% من الإنتاج العالمي للفحم، وهو من النوع الممتاز. أيضاً بدنا نعرف إنه الكهرباء المائية، يعني الكهرباء المائية هي اللي بتستخدم مثلاً الأنهار، بتطلع الكهرباء من الأنهار، بيقيموا السدود وبيطلعوا الكهرباء من الأنهار، بيستغلوا تدفق المياه والمياه الجارية في إنتاج الكهرباء. فالكهرباء المائية تنتج القارة 40% من مصادر المولد من الطاقة المولدة من المساقط المائية في العالم كله من منطقة البحيرات العظمى. يعني بدنا نعرف إنه قارة أمريكا الشمالية تنتج 40% من الطاقة المولدة من المساقط المائية في العالم كله. في العالم كله أمريكا الشمالية بتنتج نسبة 40% من الكهرباء المائية. فهمنا؟ كان هذا درسنا لليوم. هيها عندنا وين مناطق تواجد النفط، الحديد، النحاس، البوكسيت والفحم في قارة أمريكا الشمالية، يعني الموارد المعدنية ومصادر الطاقة في القارة. أيضا عندنا هنا صور، بعدين عندنا كم سؤال صح وغلط هنا بإمكاننا نحلهم. نسألكم إياها، خلينا نشوف حل منكم، يعني نسمع الجواب. قبل ما تسمع جوابي جاوب أنت وشوف إيش راح يكون جوابك، صح ولا خطأ. طيب، السؤال أولا خلينا نحل الصح وغلط. ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة الآتية. ألف، تشرف جبال روكي مباشرة على المحيط الهادي، صح ولا خطأ؟ مباشرة،
ايش رايك في الجواب؟ الجواب خطا. ليش؟ لانها لا تشرف مباشره، لانه اذا بدنا نتذكر ان حكينا انه المرتفعات الغربيه تمتد على الجانب الغربي للقاره من الشمال الى الجنوب، وتنقسم الى اللي هو المرتفعات الغربيه تنقسم الى قسمين، سلسله شرقيه وسلسله غربيه. السلسله الشرقيه تعرف بجبال روكي وهي الاكثر ارتفاعا، والاخرى الغربيه التي هي بمحاذاه المحيط الهادي وتعرف بجبال الشلالات لكثره الشلالات فيها. يعني اللي بدنا نعرفه انه تشرف جبال روكي مباشره على المحيط الهادي خطا. طيب، لانها لا تشرف مباشره. ب، تعتبر الهضبه اللورنسيه وهضبه لبرادور جزءا من المرتفعات الشرقيه. ايش رايكم؟ الجواب صحيح، لانه هضبه اللورنسيه وهضبه لبرادور جزء من المرتفعات الشرقيه. طيب، جيم، يقع اقليم التاندرا في جنوب امريكا الشماليه. هل اقليم التاندرا موجود في الجنوب؟ اذا هو اقليم التاندرا هو الاقليم القطبي، واي قاره اساسا في قارة أمريكا الشمالية، شمال يعني موجودة في الشمال، يعني القطب بده يكون شمالا، فكيف بدها تكون التاندرا موجودة في جنوب أمريكا الشمالية؟ فالجواب من عنوانه خطأ. طيب، دال، يعتبر قصب السكر والبنجر من أهم المحاصيل النقدية في أمريكا الشمالية. شوفوا هذا السؤال يعني هو شوي مبهم، ولكن بدنا نقول انه نسبة قصب السكر 20% وليست اكثر قارة في انتاج السكر. وايضا البنجر مكتوب معنا في الكتاب انه نسبة انتاجهم للبنجر 90%، ولكن لو كانت نسبته عندهم 90% يعني مش فاهم كيف في قارات ثانية 50% و10% وهيك، ولكن احنا بنجي اساسا النتيجة كلية يعني كلها لازم تكون من 100، فاذا القارة فيها 90% فكيف القارات الثانية فيها بنجر؟ فأنا بحط الجواب هنا خطأ، لأنه يعتبر قصب السكر والبنجر من أهم المحاصيل النقدية في أمريكا الشمالية خطأ. ها، تعتبر أمريكا الشمالية من أغنى قارات العالم إنتاجاً لمصادر الطاقة المختلفة. الإجابة هي صحيحة، حيث تعتبر قارة أمريكا الشمالية أغنى قارات العالم إنتاجاً زي ما قلنا للنفط و أيضاً الكهرباء الفحم والكهرباء المائية. طيب، حليناهم يعني؟ إن شاء الله راح أعمل لكم ورقة عمل، مش راح تكون نازلة في هذا الدرس، لا راح أعملها يوم الجمعة إن شاء الله، راح أنزلها يوم السبت. أتمنى منكم تحلوها وتبعتوا لي إياها على جروب الواتساب، ولكن على الخاص إن شاء الله أنا هبعت لكم الورقة هناك. يعطيكم العافية، وأي سؤال أنا جاهز اسألوني على الجروب، ويعطيكم ألف عافية ونشوفكم على خير، وربنا يوفقكم جميعاً.